بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا أن ألقاكم مجددا في الدرس الثاني من دورة تعلم الترجمة والإنتاج بعنوان فصل الحلقة وترجمتها. في هذا الدرس سنتعرف على كيفية فصل الحلقة عن الصوت وملف الترجمة، وكذا سنقوم بشرح برنامج أي جي تو بإذن الله. في البداية نقوم بتحميل الحلقة ومراد ترجمتها بزيارة أحد المواقع الخاصة بتحميل الحلقات الخام، وقد ذكرنا هذه المواقع في الدرس الأول، ونحن سنستخدم في هذا الدرس موقع وريبل توكس. يمكنكم زيارة الموقع أسفل الفيديو. والآن سأشرح لكم موقع وريبل توكس مع أنه بسيط. عندما نذهب إلى الموقع، هذه هي الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع. لدينا هنا أسماء الأنمي ورقم الحلقة وكذا تاريخ صدورها والجودات التي صدرت بها الحلقة. في هذه الحلقة لم تصدر بالجودتين HD و FHD، وكذلك الساعة التي يعمل بها الموقع. الموقع يعمل بناقص 8 ساعات جرينتش، وهذه الحلقات التي ستصدر في بهذا التوقيت. وهذه عندما نضغط هنا هذه الكلمة تعني الجدول، يعطينا هنا جدول الأيام والحلقات التي وتوقيت الحلقات التي ستصدر يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، على وجميع الأنميات التي ستصدر هذا الأسبوع. مثلا عندما نريد البحث عن حلقة ما، نعود إلى الصفحة الرئيسية ثم نكتب اسم الأنمي هنا، مثلا بحثت هنا عن أنمي ناروتو، يعطيني كل الحلقات التي صدرت في أنمي ناروتو، وهذه آخر حلقة صدرت. يمكنني تحميل الحلقة بأي جودة أريدها. مثلا أنا حملت هذه الحلقة بجودة HD، يمكنك التحميل عن طريق التمت أو عن طريق الإدمان. عندما تنتهي من تحميل الحلقة، بعد تحميل الحلقة البرامج التي وضعناها في الدرس الأول، نقوم بفك ضغط برنامج MKV Toolnix وبرنامج MKV XJUI وبرنامج IGTube، ثم نقوم بتثبيت البرامج بتثبيت برنامجي IGTube و MKV Toolnix. عند الانتهاء من تثبيتهما، نقوم بنسخ برنامج MKV XJUI ونذهب إلى مسار برنامج MKV Toolnix ونقوم بلصق البرنامج. عندما نقوم بلصق البرنامج، نقوم بأول شيء وهو فصل الفيديو عن الصوت والترجمة، أي فيديو خالي من الصوت والترجمة، وهذا ببرنامج MKV Toolnix. نقوم بإضافة الفيديو هنا، عندما نقوم بإضافة الفيديو نقوم بالذهاب إلى المسار الذي نريد فيه حفظ الفيديو. عادة يعطيك تلقائيا مسار الفيديو الرئيسي، نقوم باختيار الفيديو فقط. عندما نقوم باختيار الفيديو، نضغط ديماغير ملتيبليكاج. لن يستغرق الأمر طويلا. عندما ينتهي البرنامج نضغط اوكي. لا يوجد هنا اي ايرور، اي خطأ، يعني انه تمت العملية بنجاح. ثم نضغط اوكي. عند الضغط على اوكي، نقوم بالذهاب الى برنامج MKV XJUI. برنامج MKV XJUI هو البرنامج الذي نأخذ به الصوت والترجمة.
هذا هو الفيديو الذي قمنا بأخذه، نقوم بأخذ الفيديو الرئيسي الذي قمنا بتحميله، نقوم بوضع علامة على الترجمة الصوت ونضغط على اكستريم، وكذلك هنا لن يستغرق الأمر طويلا حتى ينتهي. عند الانتهاء يعطينا هنا اوكي، اي تمت العملية بنجاح. نقوم بالخروج من البرنامج وندخل الى الترجمة. عند الدخول الى الترجمة اول شيء يتوجب عليك فعله عندما تدخل الى ملف الترجمة هو تحميل الفيديو الذي قمنا باستخراجه ببرنامج امكاف بتولينكس، وكذلك يعطيكم ان دقة الفيديو المحمى ودقة الترجمة لا تتطابقان، هنا لا يحدث اي مشكلة، تضغط موافق فقط. في بعض الحالات لا يعطيك، في اغلب الحالات لا يعطيك هذه ان الدقة وملف الترجمة لا يتناسبان. وثاني شيء تقوم بتحميل الصوت. عند الانتهاء اهم شيء هنا هو انك هنا هذه الكتابة عادية، لكن هنا يعطيك لا يوجد لديك اي نمط سوى الديفولت، تقوم بالضغط هنا وتذهب الى الترجمة مدير الانماط، تقوم بعمل جديد هنا اذا كنت تريد ستايل جديد، تختار الخط حجم الخط، ثم إذا كنت تريد أن تغير هنا لأنك لن تجد هذه الجملة هنا، وتقوم بتسمية النمط من هنا. أنا سبق وقمت بهذه الأنماط، نمط ناروتو دي والعنوان، نقوم بنسخها إلى السكريبت الحالي. هذا المخزن يكون هذا المخزن تجده في أي ترجمة، في أي ملف ترجمة تضغط عليه يظهر لك المخزن، لكن السكريبت الحالي يظهر في ملف الترجمة فقط. هنا ستجد مثلا هنا تحدث بهذه الجملة وهذه، أقوم هنا باختيار ب، وهنا أقوم باختيار ناروتو، هذا العنوان، أقوم بتسمية العنوان تيتل، ثم نقوم باختيار تيتل. لتغيير مكان العنوان او اي سطر تقوم بترجمته تضغط في مكان مرتين لتقوم بتغيير مكانه. انا سبق وان قمت بترجمة بضعة اسطر في هذا الملف الخاص بترجمة ناروتو، هنا تستطيع ان تعمل الديفولت للشخصيات الغير رئيسية التي لا تظهر كثيرا في الانمي، يمكنك عمل ستايل عادي فقط. هذا هو الاساس. عندما تقوم بترجمة جميع الاسطر وتحديد ستايل لكل شخصية، تجد هنا اذا كان لديك ترجمة متقدمة او متأخرة عن الصوت يمكنك تقديم او تأخير جميع الاسطر هنا، اي اذا كانت متقدمة بعشر ثواني نقوم بكتابة عشر ثواني هنا، اذا كانت متقدمة سنؤخرها الى الخلف بعشر ثواني، نضغط موافق، اذا كانت متأخرة نضغط للامام لكي تتقدم. هنا كل الصفوف او الصفوف التي تم تحديدها او من السطر الذي تم تحديده الان الذي هو هذا السطر الى الاسطر التي فوقها. هذا هو الاهم في هذا البرنامج. هنا يمكنك اغلاق الفيديو او اغلاق الصوت. عند الانتهاء من ترجمة الاسطر تقوم بحفظ الترجمة. عندما تقوم بحفظ الترجمة الأهم هو أننا سنقوم بالإنتاج في الحلقة القادمة، إنتاج حلقة هارتسوب لن يأخذ منا وقتا طويلا، أما إنتاج
إنتاج حلقة أرتوب يأخذ منا وقتا طويلا، لكن سنقوم نحن باختصار هذا الوقت من خلال الفيديو. أما حلقة السوفت توب فهي لن تأخذ سوى 5 دقائق في الإنتاج أو أقل. إذا كان الفيديو قد أعجبك يمكنك الاشتراك على قناتنا في اليوتيوب، ويمكنك عمل لايك، ويمكنك تسجيل إعجاب على صفحتنا على فيسبوك، وكذلك متابعة مدونتنا archive.blogspot.com. وهذا كل ما لدينا، نلتقي بكم في الحلقة القادمة، وشكرا، إلى اللقاء.